مرحبا، في عندي نوت كمان عن الجيت. هلا كلنا بنعرف نضيف فايل على الستيجنج اريا، بنستعمل الجيت اد، وفي كتير عالم بضيفون كلهم سوا جيت اد داش اي. اي شيء تمحى، اي شيء، اي فايل جديد عملت له كرييشن بدك تزيده، او يعني اي فايل كامل زاد عملت له موديفيكيشن غيرت فيه شيء فكمان بدك تزيده مرة تانية. من بعد ما عملت موديفيكيشن مثلا من اخر كمت سويته. طيب في اتريبيوت، ما بعرف اذا فينا نقولها اتريبيوت، اللي هي داش داش نو اول. هلا المعنى تاعها شوي ممكن يعمل التباس، وهذا الشيء اللي لفت لي نظري وحسيت انه بتستاهل اني اعمل عليها نوت، ملاحظه هيك مهضومه. ف نو اول شو ممكن توحي مثلا انه عم زيد بس ما تزيد كل شيء؟ يعني مزبوط، هو ما عم بزيد كل شيء. هلا ما بعرف اذا ما حد ممكن يفكر فيها انه يزيد ال انه مثلا انه حيتمحى شيء، مثلا انه مثلا كانه حدا عنده رغبه انه يمحي فايلات، انه يزيد مثلا الاشياء. هي معناتها بالضبط نزيد الاشياء الموديفايد، وكمان نزيد الاشياء الانتراكت اللي ما كانت اصلا، اللي ما كان اصلا عم يعملها تراكينج. فهلا اذا انا باشر عليها مثلا او بسميها او ما بعرف، اذا بحط داش اي بحط له نو اول، بالحقيقه هو حيزيد الموديفايد، اشياء تغيرت الانتراكت، ولكن ما حيزيد الديليتد. يعني اذا محيت انا فايل من الديليت، عملت له ديليت لشي فايل من اخر كمت، فهو ما راح يزيده. ف هي مش معناتها انه ما راح يزيده، مش معناتها انه هو بده يمحي له شي فايل، بالعكس تماما. هيدي معناتها مثل واحد بده يفكر شوي فلسفيا شو الهدف منها، يعني انه وراها ورا انه كانه اللي بده يعملها عم بيحضر شي بالستيجنج اريا، لحتى اذا عمل كمت بعد شوي، لحتى اذا في شي ديليتد فايل ما يطلع على الكمت. هو الديليتد فايل ممنوع، انه مش لازم يطلع على الستيجنج اريا، وبالتالي ما رح يعطي الامر انه يتمحى بالكمت الجديد اللي ممكن يعمله بعد شوي. شو يعني؟ معناتها انه نحن كانه عم نحافظ على الفايلات اكثر. فهي هي النو اول الهدف منها بالحقيقه، او الرغبه وراها هي رغبه ب يعني انه ماكسمايز ذا نمبر اوف فايلز، متقللهم بالحقيقه، انه حافظ على الفايلات قد ما فيك. هي تقريبا هي الفكره وراها. حلو واحد يفهمها بهالطريقه، انه بيستعمل نو اول لما انت هدفك تحافظ على الفايلات قد ما فيك. انت ما عم بتمحيهم فعليا، لانه انت محيتهم من عندك بس ما عم تطلعهم ستيجنج اري لتمحيهم بالكمت. فبس هيدا. وبالمقابل في عنا الجيت اد داش يو مثلا. داش يو هلا هي المقصود منها ابديت، بس الابديتد. وهيدي بالحقيقة تقريبا الفلسفة تاعتها بعكس هيديك. هيدي معناتها انه طلع على الكمت، بس طلع، بس الفكرة انه قلص عدد الفايلات قد ما فيك. ليه؟ لانه هو حيطلع الديليتد فايلز، this stage everything modified or deleted، حيطلع الديليتد فايلز. الاشياء اللي انتراكت ما رح يطلعها، يعني عم بس يطلع الديليتد فايلز، يعني بعد شوي بالكمت الجاي رح يمحيه، يعني عم بيقلل اعدادهم. والانتراكت ما عم بيطلعه كمان، قللنا اعدادهم مقارنه بالنو اول اللي كان قبل. وبس الموديفايد عم بيحافظ على الموديفايد. فالداش يو ما بعرف اذا مينيماليستيك، يعني انه تقليليه، هدف منها تقليلي قدر الامكان. والنو اول هدف منها اكثار قدر الامكان، محافظه على الفايلات قدر الامكان. فانا بحس انه هيك لازم حدا يفهم هال الانستراكشن. بالحقيقه العلم كله هيك، انه بهالطريقه، يعني انه تفهم الفلسفه وراها او شو الهدف بعدين وراها وهيك. مره تانية بشجع انا كل الطلاب انه يتعلموا جيت، شيء لابد منه صار هلا. وفي قنوات على اليوتيوب، انا مش هعمل ريكومند لحدا، اللي هي بتمنى لكم التوفيق.